كتقدر المعدة، وحنا قلنا على المعدة هذيك دار دوزت ليها، ما قلتش انا المعدة ما دوزتش ليها الطبيبة التلفازة وداك الشيء في الاول، ديت على الصوفي دوزت ليها، عطاتنا براد دقيت عليها، والله يسمح لي من داك الدري حير ما عرفتش، انا كنطلب الله اليوم الجمعة يسمح لي، دقيت لها برا، قال لي الطبيبة دقي لها برا حير انا مشيت على حسب المعدة ما مشيتش على حسب الحمل، ما عرفتش في الاول بانها حاملة، دقيت لها برا عطاوها دواء خشات تشربوا كتردوا هذا هو اللي كاين، ومن بعد بقى داك الشيء كيطول شويه، ولات كدري كترد بزاف اكثر من المعده، فات القانون ديتها للطبيبه في المستقبل دوزات ليها، قالوا لها بان راه عندك قالت لها بان راه عندك شهرين، انا ملي قالت لي شهرين استغربت، ضربت وجهي راك كل ما شديت في راسي لا اله الا الله محمد رسول الله، شديت في راسي وقلت لها قلت لها الطبيبه قلت لها شحال دابا عندها، قالت لها ثاني، قالت لي عندها شهرين، قالت لي مبروك، قالت لي قلت لها قلت لهاش من مبروك اختي راه، قلت لها الله يحفظ السلامه، قلت لها لا اله الا الله محمد رسول الله، واحد الدري اغتصبها اغتصاب وحمل، الطبيبه بقات كتشوف هذا هو اللي كاين، ملي عطاتني الورقه ديال الدواء خرجت قلت لها بنيتي شكون اللي دار لك هذا الشيء، قالت لي واحد السيد راه كنعرفوه، قلت له وريه ليا، قالت لي لا، قالت لي تندير معاه ونتلاقى به في الجرده ونهضر معاه ونقول لي نتواصل انا وياه نشوف اش يدير معايا، ملي مشات لعنده قال لها نبيع الموطور وتحوله من الدار ونوقف معاك وحيدي الدري، نبيع الموطور وحيدي الدري ونوقف معاك وحيدو من هاد الدار هادي، كريو في البعد باش ما يعرفكم حتى شي حد، ونبقى انا نتواصل معاكم ونخلص لكم الكراو هادي، قلت له قالت لي بنتي، قلت لها بنيتي ملي جات لعندي بعدا كي قلت لها بنيتي، قلت لها حيدنا من هنا وحنا مولات الدار كتعرفنا والله عمرها دار مع مزيانه معاه انا، واخا هكاك راه تقبل الامر غادي تخلينا ونصبروا، هي مزيانه الله عمرها دار صوبتنا لي كارت ديالنا، الله يخلف عليها، الله يجازيها بخير، والله يطول لها العمر، والله يجعل ربي يعطيها شي حجه، والله يجعل ربي ينصرها، والله يجعل ربي يحفظها مع الجيران كامله مزيانه معاهم الصراحه. وقالت لي قالت لي ماما، قالت لي راه قال لي قال لي قال لي، قلت لها بنيتي لا ما نتعداوش عليه، نسول الفقيه، سولت الفقيه انا عارفه ما غاديش نحيدو باش الدري تاكد وانا تانا نتهنى، سولت الفقيه قال لها قال لنا لا ما تحيديش لا راه حرام، قلت لها سيدي انا عارفه حرام ولكن الدريه دابا على الشوا وداك الشيء انا خفت على لا دير شي حاجه في راسها مع الحمل وهادي، قال لي لا ما تخافي حتى شي حاجه ردي لها البال وخليها، خلي التيلاد في كرشها والله سبحانه وتعالى يعاونكم، جيت في حالتي انا ماشي قصدي باش نحيدوا لها ولا شي حاجه، لا هذيك نعمه من عند الله، واليوم الجمعه كنطلب سيدي ربي يعاوننا عليها ونفرحوا به، وكنتمنى ان شاء الله تجيبوا على خير وبخير ونفرح به ويكون احسن، ويكون احسن ووليدات هما احسن، وليدات الناس كاملين احسن ان شاء الله يجوا على خير وبخير، وهذا الشيء اللي كنطلب منكم وكنطلب من جلاله الملك يتوصلوا هذا سميت هذه الصوره هذه، ويحن فينا ويشوف فينا ومن سواء خارج المغرب او لا داخل المغرب، يشوف فينا العالم كامل ويحن فينا، وجلاله الملك بالاخص يحن فينا ويشوف فينا، والله يجعل ربي يطول لي العمر، والله يجعل ربي يحفظه، والله ينصره، والله يخلي لي وليداته ويخلي لي معزيز عليه، والله يجعل ربي يشافيه ويطول لي في العمر ديالو، هو فوق راسي فوق راسي وتاج على راسنا كاملين، وليداتنا وليدات الناس كاملين، كل ما هو ما غادي يدير لنا حتى شي، ما كاينش اللي يدير لنا شي حاجه.